أستاذ عبد الله، أنا تونسي مقيم بإيطاليا، اسمي علي. نعم. أنا عندي مستبصر منذ سنة. يا الله. والفضل سبحان الله للشيخ فرحان حسن فرحان المالك، حسن فرحان، حسن فرحان المالك، يلا يفرج عنه. الله يفرج عنه. والأخ ذو الفقار المغربي ما شاء الله في, في, في سلسلة حقائق مغيبة. يا الله، يعني أول من قدح في ذهنك الاستبصار هو الشيخ حسن ابن فرحان المالك. طبعاً هو سني، هو سني. والأخ ذو الفقار المعطاء حقيقة، الأخ ذو الفقار المغربي. طيب ايش هي السلسلة؟ كانت تتكلم عن ايش وانت انقدح في ذهنك هذا الامر؟ والله اول الامر هي حقائق مغيبة على قضية فدك الله. السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام وابا بكر. وتوالت الاحداث، معنى كل مرة الواحد يكتشف حاجة، ومعنى المشكلة معنى ان الموجود من الكتب نتاعنا اهل السنه. الاخ ذو الفقار يستدل بكتب السنه، معنى الكتب الصحاحه السته يستدل بهم. كثير من الامور، معنى اقتحام عمر البيت السيده فاطمه وحدثت معنى غدير قم، هي أكبر دليل على خلافة أمير المؤمنين علي عليه السلام سلام الله عليه. كما نسمع في الأخ اللي ناقش هذا الواحد، مجرد سبحان الله، مجرد تقرأ القرآن سورة النجم، الكل سبحان الله. رب على النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما ظل صاحبكم وما غلى وما ينطق عن الهوى. الله أكبر. أنت أصلك من أي دولة؟ أصلك من أي دولة؟ من تونس. من تونس، اي تفضل اكمل تفضل. معنى هذه عصمة النبي، حتى معنى سبحان الله يشكوا حتى في عصمة النبي، يشكوا فيها، مش راح خلي عصمة الأئمة، هم النبي يشكوا في العصمة نتاعه. طيب بعد أن أول شيء سلسلة الحقائق الغائبة في قضية فدك، لماذا أثرت فدك فيك؟ لأن الله تبارك وتعالى بيّن أن الزهراء عليه السلام مطهرة، فلا يجب رد فاطمة، شهادة فاطمة الزهراء من قبل أبي بكر. يعني لما الله سبحانه وتعالى يشهد بالطهر لفاطمة سلام الله عليها، ويأتي إنسان يزاحم هذا الطهر ويكذب هذا الطهر، هذا اللي قدح في ذهنك ولا ما؟ ايش اللي قدح في ذهنك في قضية سلسلة ذو الفقار المغربي؟ نعم، قضية بالأخص قضية فدك. أبا بكر عندما قال للسيدة فاطمة، قال: سمعت رسول الله قال: نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. يجي مثال، شوف علماء السنة يقول لك السيدة فاطمة عليه السلام هي سيدة نساء أهل الجنة. نعم. معنى كيفاش السيدة فاطمة تحصلت على هل معنى المرتبة أنها تكون سيدة نساء أهل الجنة، وما تعلمش أن تمشي الطالب ميراثه وهي ما عندهاش علم بالشيء هذا؟ معنى أبا بكر أعلم منها، ما تجيش مش قابله بعضها. وحاجه ثانيه، السيده فاطمه لا تورث، وازواج النبي كلهم يورثوا، المفروض حتى عائشه لا تورث، تخرج من بيتها. ما سبحان الله، هي برشا حاجه، ابسط حاجه انها الفاتحه، نحن في الفاتحه، نحن اهل السنه، الان ندخلوا الحمد لله رب العالمين. وفي الترتيب بسم الله الرحمن الرحيم، هي الآية الأولى من القرآن من سورة الفاتحة. طيب بعد هذه القضية، أول ما بدأت تسمع هذه القضية،
بعد ذلك بدأت بالبحث، رأيت أنه مثلا حديث كتاب الله وعترتي أنه هو الصحيح. كتاب الله وعترتي، معنى أستاذ وعد، أنا استبصرت معنى عمري 41 سنة، كنت معنى حتى كنت نخرج مع جماعات التبليغ، أنا دخلت جماعة الدعوة والتبليغ، كنت نخرج معهم في سبيل الله، من بعد انتقلت للسلفية ونلقى معنى عندهم التسليم، نلقى سبحان الله أصابع ورقبة معنى التسليم، نلقوا شيء غريب، معنى أصل الواحد قعد ينتقل من مش بسهل إن صرت حتى من تبينت. نحن حياتنا كاننا في المساجد نتاعنا نسمعوا قال رسول الله تركت فيكم ما ان تمسكتم بهم كتاب الله وسنتي، مع انه حديث مرسل، معنى ذكر الامام مالك في الموطأ مرسل بدون سند، والحديث الصحيح اللي الدكتور حسن فرحان المالكي قال رجاه من 40 طريق اللي هو كتاب الله وعترتي اهل بيتي مش وسنتي. يعني انا الان اللي الذي افهمه الان انه انت كنت نشطا في الدعوه وكنت سلفيا وتركت كل هذا وركبت سفينه النجاه. نحن من بعد الثوره استاذ وعد، احنا من بعد الثوره، من بعد الثوره في تونس الربيع العربي، نحن كنت انا معنى نمشي معنى العقيده الاشعاريه، كنت جماعه دعوه التبليغ معنى عقيدة أشعارية، مع الناس معنى من بعد الثورة دخلت السلفية بكيفية غريبة، واللي جو علماء السعودية لتونس، ولا النشاط سلفي اللي ثم مرة الشيخ أحمد الإمامي الله يحفظه كانت عنده تفرجت له في مناظرة مع السلفية في واستدل بكتب معنى كفاية على التجسيم الشاب الأمرد ويلبس جبة خضراء ومرة يلبس جبة حمراء ومرة، وسبحان الله لقيت أمر مذهب آل البيت، مع أنه أكبر دليل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال خليفتي من بعد 12 كلهم من قريش، 12 ما ثماش إلا الإمامية الـ12. الله أكبر. أولهم الإمام علي وآخرهم الإمام المهدي. الله أكبر. بس لحظة تبقى معي، أريد أوجه كلمة للأخ الفاضل السيد ميثم. أرأيت أيها السيد الفاضل أنه حديث الاثنى عشر شاء الله تبارك وتعالى، هذه دائما أتكلم ويا سماحة السيد ميثم الموسوي، أقول أنه شوف أخونا الكريم من تونس، رب العالمين بعض الأحيان يودع شيء في كتب القوم تدلل على أن الحق، يعني سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم إلى أين حتى يتبين لهم أنه الحق. يعني فالآن لما تفتح الكتاب أنت الآن، الله أكبر يا أخوان، الله أكبر، لما فتح الكتاب وجد أن الخلفاء 12، فيقول فتشت ما وجدت على وجه الأرض إلا أتباع محمد وآل محمد هم الاثنى عشرية. لذلك أخونا الكريم، هذه كانت النقطة الثانية في هذا المشوار الطيب الذي سرت به. أقول بعد ذلك بدأت تتوسع، بدأت أنت تناقش، بدأ عندك قابلية أنه نعم. أنا أستاذ وعد، أنا عندي حتى معنى أصدقاء لي معنى أئمة مساجد خطب جمعة، منهم صديق لي قلت له مرة سألته قلت له لماذا حديث كتاب الله وعترتي لا ما يتذكرش في المنابر نتاعنا، انما ديما ينتبه يقول لك لا وتشيع وعترتي، مع انه سبحان الله والله الحق بين يا استاذ وعد، قسما بالله العظيم انه الحق بين. النبي عليه الصلاة والسلام نص إن خليفة آخر الزمان محمد المهدي، هذا فيه نص، هذا فيه تنصيب من قبل الله، فيه نص شرعي إنه هذا غيب، الإمام المهدي غيب والنبي أخبر به. إذا كان آخر خليفة آخر الزمان منصب من قبل الله
فكذلك خليفة أول الزمان بعد النبي هو منصب من قبل الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربي، الله أكبر ولله الحمد والمنة. شوف إخواني، شوف إخواني، الأخ من تونس عندما ذهب إلى إمام المسجد يقول له لماذا لا تقول كتاب الله وعترة، يعني بينوا الحق، بينوا الحق في منابركم. يقول لا، الشيعة يعني في داخل كل إنسان يعرف أننا نحن أتباع العترة، إذا قالوا عترتي محمد وآل محمد يعني نحن أتباع العترة، فيقول إحنا لا نريد للناس أن تسمع بالتشيع. هنيئا لك والله، هنيئا. أنا أريد منك الآن أن تصف لي قلبك بعد أن ركبت سفينة النجاة، ماذا تشعر الآن وأنت توالي محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين؟ والله قسم أستاذ وعد، أستاذ وعد، حب علي عليه السلام وحب الزهراء، لا معنى ما والله. ثم مرة خارج مع جماعة الدعوة والتبليغ، ممكن من وقتها بداني شك إنه أخ لي من جماعة الدعوة والتبليغ الله يرحمه، قال لي علي راهو خارجين من مسجد عقبة بن نافع في القيروان، قال لي علي عرضني إنسان شيعي سأله قال له النبي عليه الصلاة والسلام عنده السيدة فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، قالوا تعرف، سأل سؤال قال له تعرفش السيدة فاطمة وين وأين قبرها؟ الله أكبر، هذه بنت النبي وسيدة نساء أهل الجنة وأم السبتين وزوجة علي رضوان عليه السلام ورضوان الله عليه، لا يعرف لها قبر لأنها أوسط وتبين معنى تبين، لأن سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول فاطمة بضعة مني يريدها من أغضبها أغضبني، والسيدة فاطمة ماتت حتى معنى وصيتها أن لا يحضرش جنازتها لا أبا بكر ولا عمر، ولا يعرف لها قبر مع سبحان الله. هذه بنت النبي، نحن كم قديش من عنا من فاطمة، عنا فاطمة واحدة سبحان الله. والله يا أخ علي شوف سبحان الله، صدقني صدقني، ما في إنسان فكر بقلب نظيف بالزهراء عليه السلام وما جرى للزهراء سلام الله عليها إلا أنه اتبع محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. شوف إحنا على مدى هذه الحلقات أخ علي والله نرتجف للدفاع عن النبي، يعني هذا يخطئ النبي، هذا يقول أن النبي يبول أجلك الله في المزبلة وهو واقف، هذا يقول أنه يدخل أناس فيسبهم النبي صلى الله عليه وآله في كتبهم، في كتبهم يسبهم النبي صلى الله عليه وآله، في هذا الكتاب يسبهم النبي صلى الله عليه وآله، هذا يقول أن النبي يحرم الحلال، هذا يقول، ونحن نصد من هنا ومن هناك ندافع. لماذا؟ حتى أستاذ وعد، حتى حديث النبي عليه السلام معنا عندما أمسك بيد الإمام علي وتعرضهم الحديقة يقول ما أجمله، يقول لك في الجنة خير منها، حديثة أضغام في قلوب القوم لا يبدونها لك إلا من بعدي. والنبي يبكي سبحان الله، واضحة هي أستاذ وعد، والله بسيط، والله بسيط كما يقول الأخ حسن طرمحان المالكي، الواحد يحرر عقله برك. أي والله بسيط، النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا موسى وسيدنا هارون، معنى سيدنا موسى كي النقاط ربي قال سيدنا هارون أخلفني في أهلي في قومي، أخلفني في أهلي. الله معنى النبي موسى عليه السلام خلى خليفة من بعد موسى هارون. الله أكبر. ولكن قومه الله سبحانه وتعالى يضربنا الأمثال، معنى فقص بني إسرائيل حتى نحن نعتبر هما تركوا هارون وتبعوا السامري. نحن الأمة تركت هارون، هذه الأمة النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لنبي بعدي.
الأمة تركت هارون نفس الله سبحانه وتعالى. هذه قصة سيدنا موسى والسامريين وسيدنا هارون، حتى نحن نعتبر شنو اللي صاير نفس اللي صار على بني إسرائيل صاير علينا نحن. فالأمة تركت هارون هذه الأمة الإمام علي واتبعت السامريين وأبا بكر وعمر ومن على شاكلتهم. نسأل الله العلي العظيم أن يوفقك أخونا الكريم وأن يجعل منك صوتا ينادي دائما لمحمد وآل محمد. وأنا دائما أوصي أي إنسان مستبصر أنه الرفق بعائلتك، الرفق بأخوتك، الرفق بجيرانك، الرفق بأصدقائك، وإن كانوا هم سنة أو سلفية. لماذا؟ لأنك الآن تمثل العطر الطيب لمحمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. فإذا كنت تعامل الآخرين بأخلاق بدرجة معين فعاملهم بأخلاق أكبر وأكبر وصبر أكبر، عل الله تبارك وتعالى يقذف في قلب إنسان بكلماتك الطيبة وبأخلاقك الطيبة نتيجة المدرسة التي تنتمي إليها الآن. الله يبارك بك ويستر عليك وعلى عيالك ورحم الله. نعم استاذ وعد الله يحفظك. أنا نحب نجهر بالشهادة لله. يا الله يا الله يا الله. والله عندي حاولت أني نتصل كم من مرة حاولت نتصل معنا وما تحصلتش، مدام هذه فرصتي. يا الله يا الله يا الله، هذه شهادة لله. يلا أنا وسيد ميثم بعد راح نحضر تلقين الشهادة. قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأشهد أن عليا وأولاده المعصومين بالحق حجج الله. وأشهد أن عليا وأولاده المعصومين بالحق حجج الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله يجعلك في الخير دائما وأبدا. ورحم الله يا الله يحفظك. استاذ وعد نعم. الله يحفظك استاذ وعد. اخبر الاستاذ ميثم والله اني احبه في الله، وابو بكر الشيخ احمد الامامي والله اني احبكم في الله. الله يحفظك رحم الله. واسال الله ان يحشرني معكم. الله يرحم والديك. الان احنا عندنا طلب، انا وكافة كادر قناة الحجة وسيد ميثم وأبو باقر أحمد الإمامي الله يحفظه، أنا عندي طلب أنه بالله عليك عندما تصلي اليوم تذكرنا بالدعاء. نريد منك فقط تدعو لنا، لأنني أعتقد جزما، والله يا أخ علي أعتقد جزما، أن المستبصر أبواب السماء مفتحة له. الله يبيض وجهك، الله يستر عليك ورحم الله والديك. الله يبارك فيك، جزاك الله خير الجزاء. اللهم صل على محمد وآله. السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعمة والله نعمة، نحن في نعمة أخواني. أخواني الإعلام له دور كبير جدا، وأنتم لكم دور أيها المشاهدون الكرام بنشر علوم محمد وآل محمد، نشر هذه الفضائية الطيبة التي تنشر علوم محمد وآل محمد، فضائية الحجة. بارك الله بكم ونشر البث.